يا أختي يا نعمة، أنا عايز أقولك على حاجة. اتفضل. محدش مننا ليه فضل عليكم، ده الفلوس دي فلوس مصر، يعني مش صحيح؟ ربنا يخليك ويخليك. أنا بقول لكم عشان الكلام ده لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، حضرتك والناس اللي موجودة هنا وحتى الناس اللي في بيوتها. احنا ما بنجيبش، حدش بيجيب حاجة من جيبه، بس كان هيبقى جميل قوي ان احنا نحس ان كل اللي بنعمله ده كمان انتوا مع بعضكم تحبوا بعض اكتر وتساعدوا بعض اكتر، عشان يعني مش عايز اقول ندفن كل اللي فات ونبص لقدام لولادنا ولينا ونحسن. هو الدفن فعلا. يعني عايز اقول لك ايه، انتوا مع بعض واحنا معاكم، وصدقيني لما بتكلم مع المسؤولين بقول لهم عايزين نعمل برامج مخلصه. برامج ايه؟ مخلصه يعني ايه؟ يعني نبقى مش يعني يبقى من قلبنا ان احنا بنجري ونغير ونساعد بعضنا، عشان انتوا اهلنا، عشان انتوا ايه؟ اهلنا. اهلي انا اتشرف ان انتوا اهلي. يا ربي. عشان بس النقطه لينا. انت هتتكسفي تقولي ايوه اهلي. امال ايه؟ ما انا قلت لك انا راجل بسيط يعني زيكم كده. انا بتكلم بجد. بركه في حضرتك يا ريس. البركه في ربنا، هو ربنا اللي عنا على كده، والشكر دايما موصول لله ان هو اللي ساعدنا ووفقنا ان احنا نعمل ده، فنقول له متشكرين يا رب. الحمد لله. الحمد لله. المهم اكتر الحمد لله. الحمدك مش كلام، الحمد مسار، يعني طريق نمشي فيه. الطريق ده ان احنا نعظم كل حاجة موجودة معانا. لو حد فينا ما بيقراش ويكتب، وحد فينا بيقرا ويكتب، ما نستكترش على نفسنا ان احنا نعلمه. لو حد فينا ما بيشتغلش وحد فينا بيشتغل شغلانة كويسة، ما نستكترش ان احنا نعلمه. ما فيش حد بينا ضعيف، ما حدش منا يبقى فقير. صدقيني انا بقول الكلام ده لكل المصريين، مش لحضرتك ولا للناس بتوع الاسمرات ولا بشاير ولا اهالينا، لكل الناس. طول ما القلوب تبقى مع بعض لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيساعد ان شاء الله، يساعد بافكار ويساعد بدعم ومسانده انا ما اعرفهاش، هو ربنا بقى اللي يعمل ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه.